رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، ومعانا عم سعيد. عم سعيد بقاله شهور عايش في الشارع، تخيلوا حياة كاملة عايش عم سعيد واسرته في الشارع، معاه ولدين وبنته وزوجته. انا مش عارفة اتخيل ازاي حياة كاملة تبقى في الشارع، في الشارع. يعني انا هسيب لحضراتكم التخيل ده. عم سعيد بقاله شهور وشهور عدت عليه ووعد هو واسرته في الشارع من ساعة ما باع شقته عشان يجوز ولاده، ولسه معاه ولدين وبنت. نرحب بيك يا عم سعيد. ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ انت فعلا عايش انت واسرتك في انا الشارع يا عم قاعد سعيد؟ والله العظيم قاعد في الشارع، ساكن الشارع امام مرور مركز الصف، بقالي اكتر من 4 سنين. بقالك 4 سنين عايش في اربع الشارع، سنين على هذا الوضع، شتاء وصيف صيف وشتاء. لا التجأت صرخت محتاج، محد رد عليا، دموع اليتامى محد عبرني. رحت للمسؤولين؟ رحت بعت للساده المسؤولين كلهم، معولهم الرئيس السيسي اللي هو ابو اولادي، ابونا كلنا، انت بعت استغاثه رب للرئيس الاسره السيسي؟ كلها، رب اسره شعب مصر كلها، بعت له وبحييه وقعدت له كذا تحيه ان ينقذني ويشوف لي حل لمشكلتي. بعت لوزاره التضامن الاجتماعي يشوفوا لي حل لمشكلتي دي، يشوفوا لي معاش، يشوفوا لي كده، عمل لي معاش استثناء ماليش لازمه. معاش الاستثناء كام عمل 170 جنيه فوق ال 700 جنيه، اعيش منهم 900 جنيه، اكل منهم واشرب منهم واعالج منهم. طبعا ما ينفعش تدفع ايجار شقه منهم او اي حاجه. ايجار الشقه عايز 300 جنيه، مقدم شقه، مقدم شهر ومؤخر شهر. انت بعت شقتك ليه يا عم سعيد؟ بعتها عشان خاطر كان عندي بنتين ورا بعض، جوزتهم، سترتهم، سترت البنتين ولادي وقعدت في الشارع. انت جوزتهم، بعت الشقه وجوزتهم وقعدت انت وباقي الولاد ووديتهم في الشارع. قعدت بالايجار شويه، كان الايجار رخيص. اه كان الاجر ب 70 جنيه، كان ب 60، ب 100. اصبح الوقت الاجر رفع. طيب. الحاله غلت، المعاش، النهارده ما بيكفيش العيل كل يوم، كل يوم اما الايجار رفع بقى انت سبت الشقه ولا انت؟ من عشان انا ما معيش والمعاش مش مكفيني لعلاج ليا ولا رجلي، انا بتعالج مرض جلدي، جلديه اهو في رجلي ربنا يحفظك، عندي والدي بتعانى بلا مؤاخذه بيغسل كلى. والد حضرتك عايش معاك برضه في الشارع؟ موجود واشعته معايا، ايه موجود؟ صوره الاشعه موجوده مع حضرتك اهو. قاعد انا واسرتي في الشارع ووالدي اهو بيغسل كلى. انت كنت شغال ايه يا عم سعيد؟ كنت شغال في شركه المطاحن. والدي اهو بيغسل كلى. انت والدك موجود وعايش معاك وبيغسل كلى؟ والدي موجود وبيغسل كلى، يعني المعاش عايش معاك في الشارع برضو؟ عايش لمؤاخذة عند ابني، يعني بساعده وبجري بيه برضو، انا اللي يعني اوعى واحد في ولادي شويه، في اخواتي. اه فانا اللي بجري بيه، الواحد منهم لو نزل مصر يتوه ما يعرفش، انا اللي بجري بيه بالورق دي كله. طيب انت قدمت على مساكن الايواء او على مساكن المحافظه او اي حاجه؟ ما قدمت، بعت للساده المسؤولين كله. بقالك قد ايه انت الكلام ده؟ من 4 سنين قدمت؟ بقالي بقالك اربع قد ايه؟ سنين لحد ما وصلت لوزاره الاسكان. اه ما وزاره الاسكان بعتت لمحافظ الجيزه هيطلع يفيد الراجل ده. محافظ الجيزه بعت رد رئيس المدينه، رئيس المدينه قال لي انا مكتف كده. رئيس المدينه قال لك انا متكتف؟ قال لي انا متكتف كده من الدوله، هات لي ورقه من رئيس، من السيد البيه المحافظ وانا اعيدك. طب احنا بنكلم البيه المحافظ، الراجل ده يا فندم يعمل ايه؟ الراجل ده بقاله 4 سنين في الشارع، شتاء ومطره، صيف وحر، هو وزوجته واولاده فيهم بنت في الشارع، الراجل ده بقى يعمل ايه؟ يعني انا مش فاهمه والله. امال مساكن الايواء دي بتتعمل ليه؟ المساكن اللي تبع المحافظه دي بتتعمل ليه؟ صندوق الطوارئ معمول ليه؟ الفلوس دي بتتحط وبتروح فين اذا ما كانتش بتروح للناس دول؟ 4 سنين في الشارع، 4 سنين أسرة كاملة عايشة في الشارع. أنا بقول لسيادة المحافظ يعني أفيدنا، قول لنا نعمل إيه؟ الراجل ده إزاي قاعد لحد دلوقتي بقاله 4 سنين بيقدم طلبات عشان ياخد شقة؟ مساكن الإيواء فين؟ الراجل ده المفروض أول ما يطلع ياخد شقة في مساكن الإيواء، المفروض، وبعد كده نبتدي نشوف هنعمل له إيه. يعني بقاله 4 سنين بيقدم على شقة يا سيادة المحافظ، 4 سنين في أسرة مشردة ومرمية في الشارع، عشان امضى من حضرتك. وبعدين يا عم سعيد ايه اللي حصل تاني بعد بقى اللي حصل؟ البيه اللي حصل البيه المحافظ بعت الرد ده على الشكوى دي،
ان انا الوقت اللي الرئيس بعت الشكوى دي من بعد ما جت من عند الوزيره راحت له بتقول له افيده، قال الشكوى اللي عندي دي تمليك. ده رد من السيد المحافظ اهو. طيب احنا كلمنا الاستاذ اسامه الخطيب المتحدث باسم المحافظه وقال احنا ما نقدرش نعمل للراجل ده حاجه لانه بيصرف معايا 700 جنيه. انا مش لاقيه كلام اقوله. 700 جنيه دول يعملوا ايه؟ يدفعوا ايجار ولا يصرفوا على البيت ولا يصرفوا على الولاد ولا يصرفوا على الاب اللي مريض؟ ولادي ما عرفتش يهدوهم المدرسه. يعني لو كان في بيت نقول ماشي يعيش بال 700 ويعيش بالعافيه كمان بال 700. طب دلوقتي ما فيش بيت، اديله البيت وبعدين اقول له عيش بال 700، انت بتاخد معاش 700 جنيه فعيش بيهم. انما اديله شقه الاول، هو يعمل ايه بقى؟ يعني دلوقتي ال 700 جنيه دول حتى لوحدهم ما يكفوش ايجار شقه. هو نديله شقه الاول وبعد كده نقول له عيش بال 700 جنيه. كمل يا عم سعيد. نعم. كمل. هروح فين بقى؟ يعني انا خلاص يعني انا لو دي كلها شكاوي من رئيس الجمهوريه لحد ما وصل. بتقعد تاكلوا ازاي؟ بتشربوا ازاي؟ بتدخل الحمام ازاي؟ والله العظيم انا الست بتاعتي بتروح الحمام بتاع المسجد بعد كل صلاه. من كنت رايح عند الجيران تخش لمؤاخذه تقف في الحمام تتشطف كده كده. الجار النهارده لو كان لو حاملني النهارده مش هيحملني بكره. يعني ده يرضي مين ده بقى؟ ده يرضي ربنا؟ يا سياده المحافظ. عامل خير يا سياده المحافظ. وعيل له ده يرضي ربنا؟ ده يرضي مين؟ ام وام وبنتها بيدخلوا الحمام بتاع الجامع بعد كل صلاه والجوامع بتتقفل بعد الصلاه. المفروض بقى هم يعملوا ايه؟ ينظموا حياتهم على مواعيد الصلاه؟ يعني مفيش بقى حاجه بالليل، مفيش حاجه في اوقات مختلفه، مفيش الكلام ده؟ اسره كامله مشرده وقاعده في الشارع، الرجاله ماشي، طب الام وبنتها دي يعملوا ايه؟ انا بلاش الاستاذ رئيس الجمهوريه اللي هو ابو اولادي، هو اب لينا كلنا. انا عايز ينظر لحالتي على الطبيعه، شوفني انا وابلادي، انا بالعيشه اللي انا عايش بيها لي اعيش ازاي، امشي ازاي، اكل ازاي، انام ازاي، ما بنامش ما بنامش يا ناس، والله تعبت تعبت وخلاص يأست من الدنيا وما عليها. ان شاء الله هنفضل معاك يا عم سعيد لحد ما مشكلتك تتحل. تعبت لا خلاص صرفت من الشقة ولا دموع اليتام ولا اي حد. واحنا بنناشد كل المسؤولين يا جماعه ما ينفعش كده. يا جماعه الناس دي تعمل ايه؟ تعبت تعبت والله. معلش يا عم سعيد.